السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البعض مستنقدني يوم أقول ملك. نعم أنا ملك، ملك المملكة الطاهرية، مجدة لها الطاهرية، المملكة الطاهرية. والمملكة الطاهرية تتكون فيها دول العالم، في كل بلد دولة وكلاء، يعني وكلاء، لكن الاسم هو اسم الطاهري. الآن نشتينا ندمجها دولة واحدة، المملكة الطاهرية. انتهى عقد الإيجار، عقد التأجير، خالف النظام، حد فك له مصنع دخان وهذا محرم، حد فك له مصنع خمر وهذا محرم، حد فك له مرقص وهذا محرم، حد فك له، يعني خالف النظام. وإحنا النظام الملكية مسجل عند السيد ترامب، أرسلت له نسخة من ملكية الدولة الطاهرية قبل تتحول إلى مملكة. نظام الدولة ملكية خاصة، دين الدولة الإسلام. ممكن أي واحد يدخل النت يبحث عن الدولة الطاهرية يشوف نظام الدولة ملكية خاصة، دين الدولة الإسلام. الإسلام إيش؟ الإسلام الإلهي. طيب خالفوا حكام العرب، منهم ابن سعود منهم غيره، خالفوا النظام. الآن خلاص أنا ضبح، رديت القضية، الملك الملوك وعنده، وأنا في حبسه. قدمت استقالتي، ما مشولي، قدمت استقالتي وفي حبسه، وهو ينظر للأمر. الملكية باسمي وباسم والدي، لكن هم صارهم دول من روس، يعني نظام غير نظام الدولة المملكة الطاهرية. الآن خلاص انتهى وقت الدا، أنا اشتد مجها مرة واحدة، دولة واحدة، وعلم هاقد عينته وكل شيء، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله الخضراء باللغة العربية والإنجليزية. أنا هذا من عيال آدم، الإنجليز والأمريكان والبريطانيين والفرنسيين، من عيال آدم ما نجيبه عندهم برا المملكة حقي، لا مستحيل. لكن يتقيدوا بالنظام والقانون، ومن على شيء يدفع غرامته من هنا ولا من هنا، بالصميل، صميل الله أكبر. الآن حددنا الغرامات، السلاح النووي هذا محرم، قتل البشر، على المتر حقه 10 مليار دولار المصنع في أي دولة، والذي ما يعجبه صفي وبعدين يدفع الإيجارات دي على وراح. قلت نقول أنا ما أبغى في دولة. مصنع الدخان عليه 1 مليار دولار المتر، ومليار غرامة. مصنع الخمر، مصنع الخمر نفس الحكاية، عليه 1 مليار دولار وغرامة، وكل شيء بحسابه. أما ما هو حلال، لا، هذا حكمه عند الله سبحانه وتعالى، يحسب كم على المتر. لأن الملك هو ما يملك، الملك الملوك، هي مملكتي من الاسم خلاص. حتى ربي يقول حقه، بعته ما عاد لكم شيء، حقه باسمه. لكن أنا وما أملك لربي وخالقي لمولاي، افهموها عباقرة السياسة الخجفة.